يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتب الفقه تقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. كتاب النكاح هو من كتب المعاملات، هل هذا يعني أن النكاح ليس بعبادة؟ من باب أن كتاب النكاح من المعاملات، معاملات هي البيع والشراء وما يتعلق بذلك، الإجارة والشركة و هذه معاملة. أما النكاح فهو ليس من المعاملة، النكاح باب آخر، نعم، قسم مستقل. ولهذا يقولون ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأنكحة، ربع القضاء. الفقه أربعة أقسام، نعم.